دكتور هنري قوته. اتفضلي مدام. ميرسي. على فكره الترابيزه دي هي اللي كنت قاعده عليها انا وتوفيق، والجرسون ده هو اللي كان بيخدم علينا. طب وايه المطلوب مني دلوقتي؟ يعني عايزك تخليه هو وزمايله يشهدوا بكده. الحكايه دي بقالها يومين اتنين بس، اكيد فاكرين كل حاجه. اندهله واسالهم. مش على طول كده بيبي شيرين، نفكر بطريقه ما توصلش الشبهات. ده حتى ساعتها سالنا وقال انتم من الجزائر، توفيق رد عليه قال له لا احنا مصريين، وكمان قال له ان انا كنت متجوزاك. عرفك على طول وقال دكتور هنري ده شخصيه عزيمه، ده صاحب رستوران بقريبه. شفتي ازاي انت احتجتي ليا يا بيبي؟ لكن تشكي فيا وتبلغي السلطات في مصر ونرجع هنا الاقيكي فجاه تطلبي مني الطلاق. ليه يا بيبي عملتي كده؟ ليه؟ مفيش داعي للكلام ده دلوقتي. انت هتعمل الخدمه دي عشان خاطري انا وعشان خاطر توفيق. انت ما تتصورش اختي حالتها شكلها ايه. بس انا فهمت ان الجيران بتوع توفيق وجلوريا شهدوا بان وقت الحادثه كانوا بيتخانقوا مع بعض. مش معنى كده انه يقتلها. توفيق بيخاف يشوف فرخه بتندبح يوم يقتل، ده معقول؟ ها قلت ايه؟ انت ضرتيني في شغلي لما خليتي السلطات في مصر تمنعني من الدخول، وبعد كده جاي تطلبي مني طلب زي ده؟ خليك شهم يا هند، انت بتنقذ انسان والانسان ده يبقى ابن اختي. هكون شهم معاكي، بس انت كمان لازم تكوني كويسه معايا، وانا مستعد اثبت للسلطات المصريه ان كل الابحاث دي تخصني انا، ومش هديها لاي جهه تانيه، بس على شرط انت هتشهدي معايا. انت بتساومني يا هنري؟ عايزني اضر بلدي عشان مصلحه توفيق؟ لا والف لا، انا اللي يمكن اخون بلدي، فاهم؟ العلم ما فيهوش خيانه، العلم بتاع كل الناس، بتاع بلدكم، بتاع بلدنا، بتاع كل العالم كله. العلم مش سلاح ولا قنبله ترميها على المواقع تقتلي فيها الناس، لا ده علم. يا تقبلوه يا ترفضوه، انتوا عندكم مطلق الحريه. انا لا يمكن اقعد معاك دقيقه بعد كده، انا كنت فاكراك انسان لكن ظني خفيك. فكري بيبي، فكري شيري، انا هكون تحت امرك في كل شيء. عن اذنك. مدام اللي مشيت ديت من يومين كانت هنا، اتفقنا مع شاب مصري، لكن انا قريت في الجرايد ان هو متهم بقتل مطربه، مع انه ساعه الحادث كان قاعد هنا. وانت بقى مستعد تشهد بكده؟ طبعا. بدون ما تاخد حاجه؟ حاجه زي ايه؟ ده حياه انسان، هو مصري وانا جزائري، مصر حاجه كبيره عندنا قوي. وبعدين يا بهجت، الدكتور هنري ما رضاش يكلم بتوع الكافيتيريا عشان يشهدوا مع توفيق. المحاكمه الاسبوع اللي جاي يا مشير. المحامي بتاعه مش لاقي دليل واحد يثبت براءته، وكل الجيران اللي حواليه شهدوا انه دايما كان بيتخانق معاها. اعمل ايه بس يا ربي اعمل ايه؟ ابني يحصل له كل ده وهو في الغربه. يا ستي كان مسافر يقعد شهر ولا شهرين، بقوا سنه غربه هجره. زي ما يكون كان بيهرب. بيهرب من ايه؟ ناقصه ايه؟ ناقصه يحقق اللي هو عايزه. متعجل، عايز يوصل من غير تعب، من غير جهد، من غير معاناه، متصور ان الحياه هتديله كده من غير مقابل. لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم دلوقتي يا باكر هنعمل ايه؟ انا واثق من عداله ربنا سبحانه وتعالى، واثق انه مش هيخذلني ولا يخذله ابدا ابدا. الو شركه طيران؟ طبعا انت مش فاكرني، انا جاي اشهد معاك. تشهد معايا ازاي وتعرفني منين؟ انا جزائري وانت مصري. ساعه الحادثه انت كنت عندنا في الكافيتيريا. وانت الجرسون اللي سالتنا اذا كنا من الجزائر وقلنا لك لا احنا من مصر. مش بقول عندكم في الامثال، انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. انت جيت لي منين؟ اكيد ربنا بعتك ليا. Thank you.
فيها يا فايزه؟ على طول نايمه كده ومش حاسه بالعذاب اللي انا فيه. عذاب ايه بس يا عبد القادر؟ ربنا بيجيب عذاب. انا اصلي عيانه. فايزه القضيه هتنظر بكره، وانت ولا انت هنا؟ قضيه ايه؟ قضيه ايه؟ ايه القضيه اللي احنا رافعينها على منال؟ الله، انت مش قلت لي ان انت هتتنزل عنها؟ لا، دي كانت مجرد فكره، لكن استحاله سيبها تنتصر عليا. تاخد حق مش حقها ليه؟ بأمرت ايه؟ هم مين اللي هيدير لكم المصنع؟ يا سلام، انت متصوره ايه يا هانم؟ ما نقدرش نعيش من غيرها. قلبي معاك يا عبد القادر، انت مش حامل كل ده. لا، انا قدها وقدود، بس هي تبعد عني. ما تظلمهاش يا عبد القادر. انا ما ظلمتهاش. لا، ظلمناه، انا وانت ظلمناه. انا حاسه ان ربنا بينتقم مني. لا بينتقم ولا حاجه، احنا كنا عملنا ايه؟ انا مش قادره اقوم من السرير يا عبد القادر، انا رجلي مش شايلاني، انا مش عارفه ايه اللي حصل لي. اعمل ايه؟ القضية هتنصر بكرة وأنا مش عارف أتصرف إزاي. أعمل إيه؟ أفتكر مش كويس أبداً في حق سيادتك إن الصحافة تقول إن ابن القاضي العظيم بهجة الأنصاري متهم بقتل مراته ومنتظر حكم الإعدام باللحظة والتانية. وإيه بقى اللي هيوصل الأمر للجرايد؟ الجرايد الأجنبية نقلت الخبر وكلها يوم ولا اتنين ويتنقل الخبر للصحافة المصرية. أيوة، بس أنا واثق من براءة ابني. أنا كمان واثق زي سيادتك بالظبط، بس ربنا يستر والصحافة ما يوصلهاش أي حاجة عن الموضوع ده. طلباتك دلوقتي؟ أنا ماليش غير طلب واحد بس، الطلب القديم اللي طلبته من سيادتك. طلب؟ حاجة تتعلق بتوفيق طبعا. لا، تتعلق بموضوع الإعفاء الجمركي للشركة اللي أنا بشتغل فيها. الشركة؟ أنت واثق إن مفيش شركة غيرها في الدنيا وطلباتها لازم تجاب عشان سيادتك ما تفقدش وظيفتك؟ كل ده على حساب المصلحة العامة؟ الشركة خلاص جهزت جواب فصلي، وأنا ما قدميش غير فرصة واحدة بس، إن سيادتك تكلم بتوع الجمارك. أنا مش سابق يا ابني ورفضت لك الطلب ده؟ جاي تسيبه دلوقتي ليه؟ يكون في علمك أنا لا يمكن أخضع لتهديداتك. اتفضل دلوقتي روح لمراتك قول لها ان انا راجل اناني وشرير وان رفضت اخضع لتهديداتك الفارغه. اتفضل اطلع بره، انا قدامي قضايا لازم ادرسها. اتفضل. يلا يا اسمه تتأخرنا. ايه ده؟ انت هتخرجي كده؟ ايوه. بمكياجك ده؟ ماله مكياج؟ مش طبيعي كده وزياده عن اللزوم. انا مش فاهمه انت بتقول ايه. لا فاهمه، بس بتستعبطي. اوه، انت عايز تخرج ولا لا؟ ايوه عايز اخرج طبعا، بس لما تشيلي مكياجك ده الاول. طب ما رشا بتعمل مكياج اكتر من ده. انت مالك ومال رشا؟ هي ضرتك؟ يعني ايه ضرتي؟ مش فاهم. لا فاهمه، بس انا بقى اللي عايز افهم انت بتقلديها ليه. علشان انت مهتم بيها، علشان هي كانت خطيبتك قبل ما تتجوزني. دي مساله غيره بقى. انا مش فاهمه ازاي جوزها بيسمح لي ان هي تكلمك كده. كده يعني ايه؟ فتحي بيه بيثق في مراته وبيثق فيا انا كمان. رشا بتحبك وانت كمان بتحبها، وانتم الاتنين بتضحكوا على جوزها وعليا. اخرس يا بنت الادب. اوعي اسمعك بتقولي الكلام ده مره تانية. يلا روحي شيلي المكياج اللي على وشك ده عشان نخرج، الناس مستنيانا. انا مش خارجه. عنك ما خرجتي. انا مش فاهم ايه اللي خلاني اتجوزك. كنت فاهم ان قرايبك دول هينفعوني ويجيبوني املاك في خنيا، ولا جابوا حاجه ولا عملوا حاجه ولا طلعت منهم بحاجه. Thank you.
الو، استاذ فتحي الزيني موجود؟ مش موجود؟ طيب لما يجي يقولي له اسمك وانا هحاول اتصل بيه في المكتب. مع السلامه. طيب مع السلامه. مين يا فكيه؟ نسيت اسمك، بتسال على فتحي بيه؟ فتحي ما سالتش عليا؟ لا يا ست رشا. غريبة، هي عايزة ايه من فتحي؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده مدام اسمك؟ زي ما بقولك كده ولازم تصدقني. ارجوكي انا ما اسمحلكيش تكلمي مع مراتي بالشكل ده. انا بثق في مراتي ثقة عمياء. لا يبقى انت بقى ما تعرفهاش. الواحدة مننا بتفهم الواحدة اللي زيها، ومدام رشا بتحب يحيى جوزي وهو كمان بيحبها. المهم انا متشكر قوي ده، بس انا مضطر اقوم، انا عندي جلسه. انا اللي ماشي عن اذنك. لسه صحي يا عم القادر؟ ده لان عشان القضيه. والله يا فايزه انا بفكر اتنازل على القضيه. مش معقوله ان انا افضح ابويا قدام المحاكم. عيني العقل يا عبد القادر، عيني العقل. يلا نم بقى. ايوه بس انا لازم ادي خبر للمحامي. مش معقوله فاجئه بكره في المحكمه. قهوتك يا بهجت. ميرسي يا شوشو. جات لي رساله من كندا من المحامي توفيق. بيقول ايه؟ اسمعي يا ستي بيقول ايه؟ بيقول في دفاعه قدام المحكمه ناوي يثير مساله طلب الجنسيه اللي كان متقدم بيه توفيق للسلطات الكنديه، على اساس انه متجوز واحده كنديه. مش معقول. مش معقول واحد يقتل مراته اللي هتجيب له الجنسيه، بالقطع يبقى مختل عقليا. هي وجهه نظر سليمه ودفاع معقول. بس اللي اسمه هنري ده لو كان قبل انه يخلي الجماعه بتوع الكافيتيريا يشهدوا معاه. بس انا مقتنع بدفاع المحامي، منطقي ومعقول. على الاقل هتاجل الحكم لحد ما يتحروا عن طلب الجنسيه. ربنا معاه، مش هيتخلى عنه ابدا. يا رب. الآن من إيه يا جلال؟ أنا خلاص يا نهى هترفض من شغلي. تترفض؟ ليه؟ ما أنت عارفة شركات القطاع الخاص عندهم حرية تعيين الموظفين والاستغناء عنهم في أي وقت. إيه الغلط اللي أنت عملته يا جلال؟ مش أنا اللي غلطت. آه بابي. أنا بس مقتنعة دلوقتي إن بابي مش غلطان، لأن الطلب اللي أنت طلبته ده مستحيل يتحقق. بابي اللي يمكن يقبل انه يستغل نفوذه، وانت عارف كده كويس. ولا علشان بنته؟ ولا حتى عشان بنته. طيب انا هعرف ازاي اخليه يغير موقفه، وهو اللي يحتاج لي بعد كده مش انا اللي احتاج له. انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت بتحسسني ان انت بتشعر بكراهيه فظيعه من ناحيه والدي. انا لا بكرهه ولا بحبه، هو اللي ما بيقبلش مني اي كلمه. مع انه انسان جدير بالحب والاهتمام والاحترام، انت ما قريتش عنه في الجرايد، في حكم محكمه النقض، اعاده النظر في القضيه لعدم كفايه الادله، بعد ما كان المتهم خلاص تحت حبل المشنقه في محكمه الاستئناف. دي البلد كلها بتتكلم عن الموضوع ده.
بقى لو عرفوا اللي انا اعرفه عنه. تعرف ايه عن بابي؟ اعرف ايه؟ اعرف عن توفيق والمصايب اللي هو عملها. توفيق؟ عمل ايه توفيق؟ اسألي بابي ومامي، هما اللي مكتمين عليكم الخبر ومش عايزين يقولوا لكم. قولي يا جلال، توفيق عمل ايه؟ انا نازل. في السعادي؟ الصحافة ما بتنامش. صحافة؟ وده راح يعمل ايه في الصحافة؟ عملها جلال، عملها الملعون، عملها. عمل ايه؟ اتفضلي اقري. شاب مصري يقتل زوجته الاجنبيه، بس مش كاتبين اسمك ولا اسمه. ايوه يا ستي، جلال هو اللي اداهم الخبر، هددني في الاول سومني، وبعدين لما ما لقاش استجابه اداهم الخبر. بس عرف منين؟ انا ما قلتلوش ومحدش يعرف. يمكن حد من اصحاب توفيق، اسامه مثلا. ما هو والده بيشتغل في جمرك اسكندريه، يمكن الملعون ده راح له عشان يساعده في موضوع الشركه. ما هو اصحاب توفيق عارفين كل حاجه. معقول يروح له؟ ده يبقى شيء غريب قوي. يا ستي اللي زي الملعون ده عمرهم ما هيقاسوا ابدا. وتفتكر ابو اسامه يكون ساعده فعلا؟ لا لا يا مشيره، ابو اسامه ده راجل طاهر وراجل نبيل، لو كان ساعده ما كانش لجأ للتهديد ونشر الخبر. المحكمة، عبد القادر اتنازل عن القضية. بجد؟ قضية ايه يا بنتي؟ ايه يا بابي؟ حضرتك نسيت ولا ايه؟ القضية اللي رافعها عليا، اللي بيطعن فيها في البيعة اللي باعها لي الحاج راضي قبل ما يموت ربع المصنع. وتنازل فعلا؟ ايوه يا بابي، شفت شطارة بنتك؟ انا يا بنتي مش كنت رشحت لك محامي كويس؟ ايوه يا حبيبي، البركة فيك وفيه، والبركة برضو في عواد. الله، وعواد ماله وراه؟ ايه يا مامي، حضرتك ما حكيتيش لبابي ولا ايه؟ لا والحقيقه ما جاتش مناسبه. طب بعدين يا بابي، بعدين مامي تحكي لك على كل حاجه. فين نهى وجلال؟ انا عايزه احكي لهم، عايزه احكي للدنيا كلها. انا مبسوطه قوي قوي فرحانه. الدنيا مش سعيده. حبيب جون، تعالي تعالي برضو عملوا له خاطر وما نشروش اسمه. لما رحت لهم عشان اديهم الخبر قالوا لي انهم عرفوا من وكالات الانباء وان الخبر نازل في جرائد النهارده. تتكلم على ايه يا جلال؟ انا مش فاهمه. لا نشروا اسمه ولا حتى مركزه. عملوا له خاطر من غير ما يطلب. انا مش فاهم الناس بتعمل له خاطر ليه. وانا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه. بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن ابوكي بهجت بيه الانصاري. بابي الناس كلها طول عمرها بتحترمه وبتقدره لانه انسان جدير بالاحترام، انسان شريف ومتمسك مبادئه. وانا ماليش ولو جزء صغير من الاحترام ده؟ ما انا كمان بشقى وبتعب. ولا هو ياخد كل حاجه وانا ما اخدش اي حاجه؟ انت ايه اللي جرالك يا جلال؟ انت ازاي تقارن نفسك ببابي؟ بابي ده عمر، تاريخ، سنين من الشقة والمعاناة والكفاح، طول عمره بيحكم بين الناس بالعدل والحكمة. انت ازاي تقارن نفسك بيه؟ انت لسه ما بقالكش غير سنتين تلاتة لسه متخرج وعايز تقارن نفسك ببابي؟ عايز تحط نفسك في مكانته؟ انت اكيد جرى في عقلك حاجة. طبعا، ما انت لازم تحميله. امال ايه، مش بنته؟ انت ظاهر عليكي ما بقيتيش نافعه. مش نافعه ازاي يعني؟ لا ممكن تفهمني؟ من فضلك انا مش عايز اسمع اي حاجه دلوقتي. ايه يا جلال، مالك بقيت عصبي قوي كده ليه؟ طب اقول لك حاجه تفرحك. خلاص يا جلال، هتبقى اب. اب؟ اب يا نوح؟ بتتكلمي بجد؟ هبقى اب؟ خلاص هتبقى اب. نهى انا اسعد انسان في الدنيا. هبقى اب، هبقى اب يا نهى. انا اسف، انا اسف يا نهى، ما كنتش هعمل اي حاجه تضايقك بعد كده. الولد ده انا هحبه جدا لانه هيبقى جزء منك.
ولد. لا يا جلال يا حبيبي، انا عايزاها بنت. خلاص يا احمد، كل اللي يجيبه ربنا كويس. شفت يا جمال، اهو الاستاذة منال كسبت القضية اللي كان رافعها عليها جوزها، وده كله فضلي. الله، طب وانت دخلك ايه في الموضوع دي؟ يا سلام، مش انا اللي شرط عليها تقول للمحامي يكتب في المذكرة اللي هيقدمها للمحكمة ان فلوس الحاج راضي دي كلها حرام لانه سرقها من ابوه. الله، هو اللي يسرق فلوس ابوه يبقى برضه حرام؟ طبعا، لان الورثة ما خدوش حقهم منها، ده غير بقى انه تسبب في موت ابوه بحسرته على الفلوس دي. يا لهوي بالي، يعني الفلوس اللي بتيجي عن طريق بيع البضائع المهربة من بورسعيد يبقى برضه حرام؟ طبعا حرام، لان الدولة ما خدتش منها حقها حسب القانون. طب وايه العمل دلوقتي؟ ده الحرام شقب على صاحبه وبيجيب له نصايب لحد عنده. مفيش غير حل واحد، غير انك انت تغسل الاموال دي. اغسلها بالليفة والصابونة؟ يا راجل، ليفة وصابونة ايه؟ انا قصدي تعمل مشروع يجيب لك ارباح من وراه وتتستر ورا المشروع ده. مشروع ايه اللي حطها فيه؟ ما انت عارف معيش صنع، مش زيك متعلم. انت مش من زمان وانت نفسك تشارك الست فكيها في مشروع تسمين العجول؟ ايوه، بس هي اللي رافضه. شاركها بس بشرط تشقى وتتعب زيها بالظبط، ما تسيبش الحمل كله عليها. يعني اديها الفلوس وهي تتصرف؟ لا لا لا، ما ينفعش من وجهة نظري. علشان تغسل اموالك دي لازم تتعب وتشقى علشان تجيب اموال جديده بجهدك وتعبك. ها كله تمام، البندقيه وعمرتها، اشوف وشك بخير. مش عايز حاجه من البلد؟ الله، انت مسافر البلد دلوقتي يا جمال؟ ما دمت قضيت المهمه اللي انا جاي لها يبقى هقعد اعمل ايه؟ يعني انت جاي اسكندريه مخصوص علشان تشتري السلاح ده؟ طب ما كنت اشتريته من عندنا من المركز. هو برضو عندنا في المركز سلاح نظيف زي ده؟ ده انا جايبه من محل كبير قوي 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 في اسكندريه. وكان لزومه ايه السلاح ده من اساسه؟ شوف يا عواد، اللي زي انا بيشتغل شغلانه خطره لازم يكون في ايديه سلاح يدافع بيه عن نفسه لو طلع له اي حد. امال ايه؟ بقول لك يا جمال، مش هتعدي على بيت بهجت بيه؟ يمكن يكونوا عايزين حاجه من البلد. اه والله برضو فكره. طب بقول لك ايه، خدني معاك لاني بتكسف اروح هناك لوحدي، وبصراحه عايز ابارك لهم ان الست منال كسبت القضيه. ايه قولك؟ يلا بينا. يلا بينا يا حبيبتي. حامل؟ ألف مبروك. متأكدة؟ أيوة يا مامي. يبقى لازم بقى نشوف دكتور كويس عشان يتابعك. مين يا ربي مين؟ الدكتور الصافتي جوز كوثر، بيقولوا عليه كويس قوي اليومين دول. أيوة كويس قوي، ده ابن الصافتي الكبير. ولو إن يعني منال علاقتها مش كويسة بعبد القادر، لكن كوثر ملهاش دعوة. اهلا يا عواد. السلام عليكم يا ست هاني. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ده جمال ابن عمي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. شكرين. اتفضل. وازاي محروس وابو سويل؟ يبوس ايدك يا ست هاني. منال بنتي بتشكر فيك قوي، بتقول ان شغلك ممتاز. الاستاذه هي الخير والبركه، دي شايله المصنع على كتافها. وبالمناسبه مبروك انها كسبت القضيه. الله يبارك فيك، ربنا معاها شايلة حمل كبير. أظن ما بالغ حضرتك إنها كسبت القضية بمساعدتي أنا. أيوة هي قالت لي. والله ما كانش له لازمة كل ده، لكن هنعمل إيه بقى؟ تشربوا شاي؟ لا ملوش لازمة يا ست هاني. لا إزاي بقى؟ أنا هقول لإدريس يعمل لكم شاي. إدريس؟ أهلاً وسهلاً. دي بقى الأنسة نهى بنت بهجت بيه، آخر العنقود سكر معقود. أهلاً بيك يا ست هاني. أنت جمال مش كده؟ أيوة ست هاني. وبتشتغل ايه؟ بشتغل في التجاره ما بين المحافظات. طيب وليه شايل السلاح ده؟ يعني يمكن حد يطلع عليا كده ولا كده اقدر ادافع بيه عن نفسي. ممكن اشوفه؟ اتفضل. ميرسي. حلو قوي. ايه النوع ده؟ ارمي اللي في ايدك دي، ارميها. ما تخافيش يا ست هاني، البندقيه كانت متعمره لكن هي دلوقتي فاضيه. شلت الرصاصة قبل ما ادخل هنا، اصل انا لسه شاريها جديد. ارميها بقول لك، اديها له. حاضر حاضر. اصلي ما انت واقفه شويه. اصلي اول مره امسك سلاح يا مامي. جميل؟ هو ايه ده اللي جميل؟ انت اكيد اتجننتي.
اسمع يا عواد، اول واخر مره تخشوا عندنا وفي ايدكم سلاح، مفهوم؟ طب نعرف زينا ولازم نشهد معاه. تشهد معاه؟ طبعا اشهد معاه. طب يلا بينا. يا بهجت مفيش اخبار؟ هديني جنب التليفون، المحاكمة شغالة دلوقتي، أنا اتفقت مع المحامي يقول لي الأخبار أول بأول. يا رب بهيرة تكون أقنعت هنري يخلي زمايله في الكافيتيريا يشهدوا معاه. قدر قدر يا مشيرة، هنقول إيه؟ ربنا معاه، مين كان يصدق إن ده كله يحصل له؟ ألو بهيرة، إيه أخبار توفيق؟ كل زملاء وشاهدوا معاه؟ الحمد لله. وإيه أخبار المحاكمة؟ الحكم، الحكم يعني لسه ما صدرش؟ براءة طبعا، أكيد هياخد براءة. متشكرة قوي يا بهيرة، مع السلامة. يا ما أنت كريم يا رب. آه انشراح، أنا تعبانة أوي، تعبانة، أنا حاسة إني بموت. سيبك بس من الكلام ده يا فايزة، أنا مش خايفة على نفسي، أنا خايفة على ابني، خايفة على ابني. مين هيربيه؟ أنت اللي هتربيه وتكبريه وتجوزيه كمان. مين يعيش انشراح؟ ليه بس التشاؤم ده؟ انت عارفة انا ضمير بيأنبني، بيأنبني خالص. ذنبها ايه منين؟ ذنبها ياخد جوزها منها؟ ما هو ما طلقهاش لسه على ذمته. سيبر علاش هجرها. طب وانت ذنبك ايه؟ ما هو من عمايلها السودة. لا، وكنتش انا مايلت عقله، كان يستحمل، كان في الاخر هيصلحها برضه. انا اللي دخلت بينهم، انا اللي بوظت كل حاجة. انا تعبانة اوي يا شرح، تعبانة، انا حاسة اني بموت، حاسة اني بموت. سيبك بس من الكلام ده، قومي كده من السرير وفرفشي، تعالي معايا نقعد عند الشباك، ده المنظر هناك جميل قوي. يلا سندي على دراعي. لا مش قادرة، مش قادرة. يا ترى انا غلطت لما خليت الحاج راضي يكتب لي ربع المصنع؟ كان نفسي املك حاجه تكون بتاعتي انا. طب
هو ليه وافقني لو ما كانش في مصلحته ومصلحه عيلته؟ بس انا برضو كسبانه، حتى لو اديت لهم الايراد كله انا لازم اكسب ثقتهم في الاول. عرفت منين انا هنا؟ مرزوق هو اللي قال منال. ايوه عبد القادر. فايزه تعبانه قوي، الدكاتره كلهم اجمعوا على انها لازم تسافر بره عشان تعمل عمليه خطيره. ربنا معاها. للاسف انا محتاج مبلغ كبير وانا ما عنديش حاجه دلوقتي. لو محتاج اي حاجه انا تحت امرك. منين بس يا منال؟ انت زي حالاتي اللي جايه دوبك على قد اللي رايح. لا يا عبد القادر، الفلوس اللي كنت بتديها لي انا ما كنتش بصرفها كلها، كنت بصرف جزء وبحوش جزء. انا اصلي مش مصرفه زيك. برضه مش هتكفي منال، انا بفكر ابيع نصيبي في المصنع. تبيع نصيبك في المصنع؟ لا يا عبد القادر، لا لا، ما تدخلش غريب بينا. بيع المكتب. مكتب؟ هو فين المكتب؟ انا اتنزلت عنه المرسي. اتنزلت عنه ليه يا عبد القادر؟ وفاء للكمبيالات اللي كان واخدها عليا. حكايه الشرط الجزائي، ما هو المحامي قال لك. لا مش عشان كده، اصل الضرايب كانت جات وحجزت على المكتب، فمرسي دفع المبلغ اللي علينا واضطريت ساعتها اكتب له كمبيالات بالمبلغ، ولما جه ميعاد السداد طبعا ما كانش معايا فاضطريت اتنازل له عن المكتب. يعني طلعت من المولد بلا حمص. قلت لك قبل كده ان الجدع ده مش اهل ثقه، ما سمعتش كلامي، سبت له الحبل على الغارب وكنت بتزعل مني لما بحاسبه، لما خليتني ما بقتش اروح المكتب خالص. منال ارجوكي مش هنقعد نتكلم في اللي فات، لو سمحتي لو تعرفي حد يشتري نصيبي اكون شاكر فضلك. طيب عبد القادر سيبني افكر شويه، انا لازم امشي دلوقتي لان فايزه لوحدها وهي تعبانه جدا. الف سلامه عليها يا عبد القادر، ربنا يطمنك عليها. الله يسلمك. مع السلامه يا منال. مع السلامه، خلي بالك من نفسك. حاضر. ايه ده؟ مين؟ مين هناك؟ انا عواد يا استاذ. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ ازاي تدخل المصنع في ساعة زي دي من غير اذني؟ ازاي اساسا بتوع الامن سمحوا لك بالدخول؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي، انا سمعت كل حاجة ودي فرصتك. فرصة ايه؟ انك تاخدي نصيبه في المصنع ويبقى لك النصيب الاكبر. حد طايل؟ بجيب فلوس منين؟ انا اقول لك تجيب فلوس منين؟ الارض، الارض بتاعتكم انتوا واخدين منها ايه؟ ولا حاجة. ضح عنا. نبيع لكم الارض؟ انت اتجننت في عقلك؟ القهوه يا حبيبي. مشغول قوي زي ما انت شايفه. مالك يا فتحي؟ بقالك مده كده وانت سرحان، في حاجه مزعلك مني؟ انا ضايقتك في حاجه؟ انت مش شايفه ان انا مشغول؟ يا فتحي بقى ما هو انا لازم اعرف، انا هتجنن. ايه بس اللي مضايقك؟ انا ما اتعودتش منك على كده. احنا طول عمرنا فكر واحد وقلب واحد وعقل واحد. ايه اللي جرالنا؟ اسالي نفسك. انا ما اتغيرتش يا فتحي، انت اللي اتغيرت. ارجوك ايه؟ ارجوك سيبيني دلوقتي. لا مش هسيبك الا لما اعرف. انت مش شايفه اليومين دول ان ايه؟ طموحاتك بقت زياده عن اللزوم. طموحاتي؟ انا ماليش طموحات. انا ماليش طموحات غير فيك انت. عايزاك احسن واحد في الدنيا يا فتحي. سيبك بقى من الكلام ده. انا الاول كنت بصدقك لحد ما عرفت الحقيقه. حقيقه؟ حقيقه ايه؟ انت عارفني كويس وعارف اني ما بفكرش في حاجه غير مصلحتك. مصلحتي؟
انت فاكراني اهبل ولا ساذج وبصدق الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا عمري ما فكرت كده. لازم تعرفي يا هانم ان انا محدش يقدر يضحك عليا، وان انا ساكت بس لحد ما تيجي اللحظه المناسبه، وساعتها انا هوريك يا رشا انا ممكن اعمل ايه. اتفضلي وروح ارد على التليفون. الو، ازيك يا يحيى؟ وازاي يا اسمت؟ اه فتحي موجود، لحظه واحده هندهولك. يحيى عاوز يكلمك. ايه فين السكه؟ انت بتقول ايه؟ قلتلك يا رشا ايه فين السكه؟ مين اللي بيخبى؟ هاني جمال. ادخل يا جمال. ازيك يا ست فتيح؟ ازيك يا اخويا وازاي يا ابوك؟ الحمد لله. شفت العلام يا اخويا بيعمل ايه؟ علام؟ ايه اللي جاب سيره العلام دلوقتي؟ ايه علشان عوض ابن عمك لما اتعلم. اهو بسم الله ما شاء الله اتعين في وظيفه محترمه في مصنع الحاج راضي، والست منال معتمده عليه في كل حاجه. هو انا جايلك هنا عشان تكلميني عن عواد؟ انا جايلك هنا عشان اديك الفلوس دي. فلوس ايه يا واد؟ وعايزك تغسليها لي. اغسل ايه؟ انت واد جايلك حاجه في مخك؟ انا قصدي يعني تشغلها لي في المشروع بتاعي. ومين قال لك ان انا عايزه حد يشاركني من اصلي؟ ها ليه؟ انا كنت اتجننت علشان ادخل في المشروع بتاعي فلوس حرام جايه من بضايع متهربه. كده برضو يا ست فاكيهه؟ طيب فوتك بعافيه. مع السلامه يا اخويا والقلب دعيلك. خد الباب وراك. انا اغسلها له ايه؟ اغسلها له ايه؟ الواد ده جنن ولا ايه؟ قال يشاركني علقة اللي ناقص على اخر الزمن. تعالي بصي، أول مبلغ أكسبه من علق جبيني بعد ما سبت الشغل. أنا مش فاهم حاجة. 1500 جنيه، مبلغ حلو مش كده؟ ده تمن الكتاب الأخير اللي أنا ترجمته. ألف مبروك يا مشيرة. الله يبارك فيك. مامتي دي يا نهى ست عظيمة. كتاب إيه اللي ترجمتيه يا مامي؟ أنا مش فاهم حاجة. هو أنت أصلاً بتخرجي؟ يبقى بتشتغلي إزاي؟ لا 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 لا، دي حكاية طويلة طويلة. مامي هتبقى تحكي لك عليها بعدين. زي ما بقول لك كده يابا، احنا نشتري فدان ولا جنيه؟ وبعدين هنشتريهم بكام يعني؟ كلام فارغ. ومين قال لك ان بهجت بيها يرضى يبيع؟ وما يبيعش ليه بعد ما دفع اللي قدامه واللي وراه للمحامي اللي كان ماسك قضيه ابنه توفيق؟ ده انا حتى سمع ان الست الكبيره مشيره هانم هتنزل تشتغل علشان تساعد على المعايش. تشتغل؟ ما هي كانت بتشتغل طول عمرها علشان تساعد بهجت بيه. يا سلام على الدنيا، مين كان يقول ان ابن عبد الحفيظ باشا الانصاري يبقى ده حاله؟ ايه الدنيا دواره، نقول ايه؟ فتح انت بهجت بيه في الموضوع يابا، وانا متاكد انه هيوافق على طول. وانت مصلحتك ايه في ان الست منال هانم تشتري نصيب عبد القادر في المصنع؟ المصلحه مصلحتين يابا. اول هام هنشتري منهم الارض باقل تمن ممكن، مين هيرضى يشتري ارض متاجره؟ وتاني هام ان احنا هنفك ازمه عبد القادر، ودي انسانيه مننا. انسانيه عليا انا برضو الكلام ده؟ طب واحنا ايه صلتنا بعبد القادر؟ ما هو ست منال هانم هتملك نص المصنع. وانت ايه صالحك في كده؟ ايه الله يابا، ما انا بقيت دراعها اليمين في كل حاجه دلوقتي، والست منال بتثق فيا ثقه ملهاش حدود. قلتلي
ده انت مخك راح لبعيد قوي. تصور يابا لما نملك الارض وبعد عمر طويل نملك المصنع كمان. يا واد بطل الوش اللي في دماغك ده. ارض ايه ومصنع ايه اللي نملكهم؟ منين وازاي؟ مفيش حاجه كبيره على ربنا ولكل مجتهد النصيب. مين اللي بيخبط؟ يا جدع رشا، ست رشا، احنا مجرحين. الحقيني يا نانا، الحقيني. مالك يا بنتي؟ مالك يا فل الشر؟ تعالي يا بنتي تعالي. فين يا رشا يا بنتي؟ في ايه؟ فتحي يا دادا، فتحي مش طبيعي خالص. مش طبيعي يعني ايه؟ تصور يا دادا انه بيهددني بالطلاق. طلاق؟ يا اختي الشر بره وبعيد. طلاق ايه؟ بيغير عليا يا دادا غيره فظيعه. اظن من اللي اسمه يحيى ده، مش كده؟ طبعا يا بنتي له حق يغير عليكي، وانا ياما قلت لك الكلام ده وانت ما بتسمعيش الكلام. يحيى ايه؟ انا ما فيش بيني وبين يحيى اي حاجه غير القرابه. اها، تقومي تعزميه هو ومراته كل يوم والتاني، ومراته دي لا نعرف لها لا مله ولا لون. انا كان قصدي انطقه لفوق. اهم قرايبها مرشحين العضويه لجنه تحكيم دوليه، يعني استفاد. زعلان ليه بقى؟ بيحبك. بيحبك يا ست رشا، وخايفه عليكي لا تروحي منه. اروح منه فين؟ فتحي بقى كل شيء في حياتي، وهي الست اللي تعمل كده عشان جوزها معناها ايه؟ مش معناها انها بتحبه ومتعلقه بيه؟ يكون جزاء انه يقول لي امشي روحي على بيت ابوكي لغايه ما ابعت لك ورقه الطلاق. هو قال لي كده؟ ايوه، وانا طبعا مش ناويه اروح لبابا. فين المشاكل اللي هو فيها؟ خلاص يا بنتي، خليكي قاعده معايا هنا لغايه ما يروق. اقعد معاكي فين؟ ده كان سود عشتي. امال هتعملي ايه بس؟ هروح بيت الابراهيميه تاني يا ست رشا؟ ما كفاكيش اللي حصل؟ طب امال هعمل ايه يا دادا؟ دبريني. تعملي زي ما قالك بالظبط، تروحي بيت ابوكي وهما هيكون لهم تصرف معاه. والله ما انا عارفه اعمل ايه. يا قمر عاشق مدار وسماه الواسعه دار، خليك ماشي في طار.